وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي مهران، أمين شباب حزب العدل ومنسق لجنة العمل الجماهيرية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران. سيد علي، انتخابات الرئاسة والمأمول منها في ظل هذا الزخم وانعكاسه على الشارع المصرية. مساء الخير. احنا في الأول بنتكلم عن عرس ديمقراطي يدار بشكل نأمل أن يكون سليم 100%، على أن نكون بنطرح نفسنا كبديل مدني ديمقراطي سلمي للسلطة. عندنا مرشح ذو خلفية سياسية كبيرة وتاريخ سياسي كبير، بنعمل في مخاطبة الشارع المصري في الدعم لمرشحنا السيد فريد زهران. نعم، طيب إذا ملخصت لنا سيد علي الخطوط العريضة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران والخطوات القادمة التي يمكن أن نشعر بها لهذه الحملة. وحضرتك معانا دلوقتي، احنا على بعد دقائق يعني لبدء مؤتمر انتخابي بمدينة أسيوط في محافظة أسيوط، مؤتمر جماهيري، وبكرة عندنا تحرك تاني في أسيوط، وعندنا بعض التحركات خلال شهر نوفمبر ما بين صعيد مصر ووجه بحري والقاهرة. هيكون ختامنا للحملة الانتخابية أو للمؤتمرات الجماهيرية. ابتدينا الإعلان الرسمي أمس بأن احنا برنامجنا مقسم لثلاث محاور تمس الشارع المصري بشكل جذري 100% بإيجاد حلول أو خطوات بديلة. أبرز هذه المحاور الثلاثة أستاذ علي. الثلاث محاور مقسمين لمحور اقتصادي وسياسي واجتماعي. لو هنتكلم عن المحور الاقتصادي بشكل رئيسي، فإحنا عندنا المحور الأول في المحور الاقتصادي هي حماية التنافسية عبر تحديد دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص. نعم. بحيث ان احنا نكون بنقدم مساحة حقيقية لوضع اقتصادي قوي نقدر ندعم فيه القطاع الخاص مع الاستفادة بكل ما تملكه الدولة المصرية من جزء قومي قوي. زائد الأهم وهو المحور الثاني هي إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة. نعم. مش هنقدر نتكلم عن المحور الاقتصادي من غير ما نتكلم عن ملف الديون الداخلية والخارجية. نعم. ولازم تكون إدارته باستدامة وكفاءة، زي ما يكون عندنا إعادة لرسم السياسات المالية العامة. أشكرك أستاذ علي مهران، أمين شباب حزب العدل ومنسق لجنة العمل الجماهيرية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران.